الإدارة واجب، تحية الإدارة واجب، تنظيم الإدارة واجب، تحية الإدارة واجب، تنظيم الإدارة واجب، تحية الإدارة واجب. خبزوما بدر لا، 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 تحية الإدارة واجب، تنظيم الإدارة واجب، تحية الإدارة واجب، تنظيم الإدارة واجب. احنا عمال شركة القنوات كنا نظن اللي بعد الثورة هذه اللي إعادة العزة والكرامة للإنسان وبوآته المكانة المرموقة، لكن تفاجأنا بالعكس. فهمتني؟ من خلال تصرفات الرئيس المدير العام النهضاوي هذاي اللي ما نتمسك، قاعد يتعسف علينا وقاعد الحقوق المكتسبة قاعد ينحينا فيها، وقاعد عامل ميليشيا متاع النهضة، فهمتني؟ قاعد يضرب فينا. واليوم المؤسسة متاعنا بسبب متاعه هو اليوم عنا جمعة احنا معتصمين حابسة، ونحملوه مسؤولية الخسائر اللي قاعدة تصير في الشركة هذه. السيد هذا اليوم عنا مطلب واحد قدام الوزارة الأعلى، معناه نجي نبلغ صوتنا للسيد الوزير. السيد هذا ما عاش معه حتى أي تفاهم، يلزم تنظيف الإدارة شركة القنوات بنفيذة، راهو باش تقع كارثة في نفيذة إذا كان السيد هذاي مازال باش يقعد على رأس المؤسسة هذه. شركة القنوات من عام ونص راه ما رينا منها حتى شيء، عام ونص بس ديما ايجابيات ديما سلبيات، عام ونص معانا بس 15 مرة تعملوا لي شيء. نطلبوا من رئيس القانون، نطلبوا من رئيس من وزارة الصناعة، وزارة الصناعة إقالة مدير الرئيس العام فورا. زاد قدامنا ما عادش تصبر، راهي تعمل برشا حوايج أخرى، راهي يولي راهي ثم برشا حوايج نفيذ راهي يحلوا. اسمعني راهي يحلوا بلبلة في الشعر، ماشي تعدى باش يحلوا بلبلة في الدين. عامل المنصة لشركة القنوات تقريبا حوالي 17 عام في المؤسسة هذه، خلق المؤسسة هذه ولا أي إنسان عادي ولا هو أربع قوائم، قوائم أربع قدام الضحية. طبعا عندي 17 عام في المؤسسة هذه، صار لي حادث شغل يوم 3 فيفري 2014 جراء الحادث هذاك، تم بطل رجلي اليمنى. لكن شيء للأسف شيء يؤلم منا حقيقة، يقولوا منا التضحيات اللي قدمتها يعني كله تعرفني المخدمة كله المسؤولين كله شهادتهم كله يعرفوني من أحسن العمال غاديك المؤسسة. الإنسان ما نجمش يشكر لهم، لكن رغم ذلك المؤسسة ما نستخسر فيه مبلغ زهيد وزهيد جدا ما يقارب تقريبا 6000 دينار، يعني الفروباز هذه الرسالة هذه تتكلف حوالي 7.5 مليون. لكن أنا معوضت لي مبلغ مالي بسيط هو كين 2000 دينار، يعني شنو اللي تبقى تبقى 5000 دينار و500. هي مطالب متراكمة، مطالب متراكمة، لكن الأهم مطلب نتاعنا هو نحبوا حياد المؤسسة هذه. المؤسسة هذه ضحينا بها وتعبنا عليها وكونناها. أنا واحد من الناس عندي 29 سنة نعمل في وسط المؤسسة هذه، فهمت؟ ماذا بينا ما تتكونش في وسطها ميليشيات. ما تتصورش أي مؤسسة تكون معنا باش تنجح إذا كان تدخل في وسطها انقسامات اللي يتكونها مسؤولين متاعها وانشقاقات. هذه من ناحية. ماذا بينا نطلبوا تحييد الإدارة عن التجاذبات السياسية هذه البركة. اثنين، أختي، احنا بالنسبة لنا كعمال 29 سنة معنا نظن باش عملنا قانون أساسي يطبق على كافة عمال وموظفين شركة القنوات. وقت نجي ونشوف القانون هذا يطبق إلا على العمال البسطاء، فهمتني؟ المدير معنا الأعضاء الإدارة أو الناس اللي عندهم محابات معنا من قبل حتى معنا رؤساء المدير العامين الفارطين، الناس هذوما أختي معنا يتزادوا بكلهم مديرين، كلهم تيتر مدير، كيف يزيدوا ب 300 دينار وبال 400 دينار وبال 276 دينار منحة تنقل، وقت اللي احنا منحة التنقل ناخذوا ب 30 دينار. والقانون الأساسي يطبق على كافة عمال وموظفي القنوات. مانيش فاهمين أختي على شكون يطبق القانون الأساسي، أو أنت شنو القانون اللي يطبق فيه باش تعمل امتيازات الناس دون الناس. ثم أختي الحاجة معناها اللي نأكدوا عليها كانوا حتى أكل حاجة معنا القانون البسيط أكلي احنا راضين به، ولا يقع الضرب متاع والدوس متاعه في فصول قانونية واضحة ومعروفة تعرفها الناس كل ومعلومة يعرفوها حتى معناها المسؤولين. احنا أختي بالنسبة لنا حقوقنا بكل صراحة توا ولات في خطر، حتى المكتسبات البسيطة الفوتات اللي ناخذوا فيه يحبوا يتراجعوا فيه. منها منحة المربيع، منها منحة سكن الناس تاخذ في لوجمون وتاخذ في سيارة باش تنقل وتاخذ في بنوات سونس وتاخذ في 276 دينار منحة نقل، وناس تاخذ في 20 دينار
وتجي على موتور دراجة نارية واختي احنا بالناس الناس هذوما يخدموا 24/24. الاشكال اللي موجودين ونحنيوا فيه يعني فما رؤساء مديرين سابقين بلسانهم عبروا بلسانهم انه اللي قبلوا هز مليار واللي بعده الناس كل تعرف كان يغطي في كل المصاريف متاع حزبه المعين ب30,000 دينار وال40,000 دينار وال50,000 دينار كان يغطي فيها. توا ما نعرفوش عليها علاش ما فماش مراقبة داخل المؤسسة دي باش نشوف ونحلوا الملفات اللي موجودة غادي اشكون اللي هز وشكون ما هزش. احنا ضحينا عليها احنا كي تعطيونا تاع عمال وسطاء تعطيونا الفتات وانتوما تخلصوا اورجري. المؤسسه اليوم عندها جمعه حابس وما ثم حتى تجاوب من اي طرف من اي طرف في اليوم الخميس. واحنا في ضربه في افاد الكاس هو فهمتي معنا اخر ضربه جاء قال منحه المرابيح مانيش عاطيها مانيش عاطيها. احنا نخدموا بالطوناج نخدموا عاملوا ولا خدمنا فهمتي معنا 19 تورناتا اعطانا 25 يوم 19,000 تورناتا السنيه فهمتي خدمنا 34,000 تورناتا قال مانيش عاطي عليه قال عاملوا لا تحت الضغط السنيه مانيش تحت الضغط. طلبنا بإيقاظه فكينا له سيارة وحتى المرة ذي فكينا له سيارة على داخل مؤسسة هو عنده جمعة ما تخدمش ثم عائلات ثم ناس معناها بسطاء باش يخدم باش ثم تو عنده جمعة هي أكبر مؤسسة في الجهة هي مؤسسة قنوات تخدم تشغل حوالي 500 عامل 500 عائلة تو عنده جمعة وهي حابسة.